الباب الخامس والتسعون ومئتان. باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال: ادعوا لي الحلاق. فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي، وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة.